لما وديته مركز الصحي بدي يندل لي تغذية، يندل له علاجات تصرف له، بديته أنديله بدي يتحسن وضعه على ما كان. قاب كان مرة حد حقه عنده تغذية. يعني في الوقت الحالي مع غلاء المعيشة، يلا 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 يكفي. الحوالات هذه اللي نستلمها من المنظمة يعني تنفع، يعني في حالة الضيق تفك لك الضيق. أشتغل يوماً في الأسبوع، صح إن أنا أشتغل بناء، أشتغل يوماً في الأسبوع وأسلّى، هذا توفر عن مصارف كثيرة، ولو قلنا على قدر المشقية مش تكفيش حتى هاك أسبوع. هذه هي زي ما تقول فترة حرب، لو ما ينتهي الحرب شي يصير كل واحد يطلب الله على نفسه، على جهاله وعلى عائلته وعلى كل حاجة.